محاضرتنا النهاردة بنستكمل المحاضرة اللي فاتت عن الأشكال المعروفة في التلفزيون اللي هي الأخبار، سواء أخبار مقروءة فقط أو أخبار مصاحبة لها صور ثابتة أو جرافيكس، أو الأخبار المصاحبة للصور التي يقرأها المذيع. طيب، محاضرتنا النهاردة بتتكلم عن الأخبار المصاحبة للصور والتي يقرأها المذيع، وتسمى في بعض التلفزيونات العربية الفيديو. إيه هي الأخبار المصاحبة للصور اللي بيقرأها المذيع؟ هي النوعية الأكثر شيوعا في كثير من التلفزيونات العربية. ربما لا يدرك القائمون على تحرير هذه الأخبار أنها أحيانا أصعب بكثير من إعداد التقارير التلفزيونية اللي هي الريبورتس أو الريبورتاجات. فالخبر كي يصبح فيديو يجب أن تنطبق عليه مجموعة من الشروط. عشان الخبر ده يبقى فيديو، ينفع نشتغله فيديو أو نحط فيديو، لازم فيه شوية شروط مهمة. أول شرط ألا تزيد مدته عن 35 ثانية، يعني حوالي 70 كلمة. ألا يتم تكرار الخبر مرتين، ما نقعدش نعيد، هي بتبقى مرة واحدة، مرة في المقدمة ومرة في جسم الفيديو. أن يكون الربط بين الجزئين سلسا من دون استخدام كلمة فقد كذا، فقد قال، فقد قام. لازم يبقى الربط بين الأجزاء بتاعة الخبر أو النشرة سلسة. أن تعبر كلمات الجزء الثاني عن الصور لا أن تصفها، ودي غلطة كتير ناس بتقع فيها. انت الصورة الكلمات يعني بتعبر عنها، مش بتوصفها، مش بتشرحها، لان خلاص اوريدي الصورة شرحة نفسها. ان يتم ابراز عنصر خبري او اثنين فقط بشكل واضح. ليه؟ عشان المشاهد ما يتلخبطش، الخبر بتاعك اللي بتتكلم فيه عناصره ما تضيعش منك، ما يتوهش منك المشاهد او المستمع. ان يتم انتقاء صور الجزء الثاني بعناية لتعبر عن الحدث، زي ما اتفقنا انت بتتكلم عن موضوع لازم تبقى الصورة اللي انت هتجيبها هي من قلب الموضوع ده، او تمت الموضوع بصلة وثيقة. طبعا مراعاة تعديل الصور قليلا بعد عدد من النشرات ان كانت القناة تعمل على مدار الساعة. انت عندك قناة وفي اخبار بتتكرر وفي اخبار بتتعاد وفي اخبار بتعملها ابديتس والى ما اخره، غير لي في الصورة، عدلي في الصورة، اديني الجديد. قال لك والله ان المترو فيه زحمة او ما فيهوش زحمة، لازم دايما انا كمشاهد اشوف ان فعلا في صور جديدة سواء بالايجاب او بالسلب، لكن ما تجيبش في الصورة وتقعد ايه تزيد وتعيد فيها. الا تترك الصور على الهواء بعد انتهاء النص، اي يجب القطع على المذيع مباشرة. يعني ايه؟ المذيع بيتكلم بيقول نشرة معينة او خبر معين، رفعت الصورة اللي تنفع الخبر ده او صورة الخبر ده بمعنى صح، المذيع خلاص كلام عن الخبر، الصوره ما تقعدش، خبر يخلص الصوره تمشي مع الايه، مع الخبر. يعني بيبقى فيه بيسموه سينكرونايزيشن، او بيبقى فيه توليف بين الصوره والصوت. مصادر المعلومات اللي ينفع نشتغل بيها في اعداد البرامج التلفزيونيه المختلفه منين؟ اول حاجه ممكن من الجرائد، المجلات، الصحف، دي اسهل وسيله، الكتب، الدوريات العلميه، التقارير الرسميه بالوزارات والجهات الرسميه زي مثلا المركز القومي للمرأة أو مركز القومي للتعبئة العامة والإحصاء. عندك كمان مصدر البحوث ورسائل علمية، رسالة ماجستير أو دكتوراه للدكتور هشام البرجي، دي بحوث ورسائل علمية، مصادر موثقة. أو مؤتمرات وندوات، مؤتمر جامعة الحديثة، ندوة في مركز كذا، الخبراء في المجالات المختلفة، حد عندك خبير في جزء معين، ده يعد طبعا مصدر المعلومات. وفي طبعا المصدر المتاح للجميع اللي هو شبكة الانترنت. يبقى كده عندنا كم مصدر يفيدنا في اعداد البرامج؟ 7 مصادر. اجي اقول لك ناقش بالتفصيل اهم الاسس العلمية في تقديم البرامج التلفزيونية. هتقول لي عندنا الاسس العلمية هي المستوى التعليمي، المستوى الثقافي، التمكن اللغوي، توظيف الجيد للصوت، الذكاء وسرعة البديهة، القدرة على التخيل، التواضع والثقة بالنفس، القدرة على العمل الجماعي. المستوى التعليمي، معظم القنوات التلفزيونية الفضائية بدأت على الأقل بتجلب عمالة أو مذيعين أو مقدمين برامج أو إلى ما آخره، على الأقل معاهم إيه؟ أو مستوى التعليم بتاعهم إيه؟ جامعة، سواء بكالوريوس أو ليسانس، أو طبعا فيما أعلى، لكن ما يقلش عن مستوى تعليم جامعي سواء بكالوريوس أو ليسانس. طب المستوى الثقافي، ينبغي أن يكون المذيع على قدر كبير من الخبرة والإدراك الجيد للحياة والمعرفة الشاملة والمتنوعة بكافة مناحي الحياة،
في كده مقولة جميلة قوي كده لازم دايما طلاب الإعلام يعني كان بيقولها لنا لما كنت في سنكم، يقول لك إيه، ينبغي على الإعلامي أن يعلم شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. يعني إيه؟ يعني لازم أنت كإعلامي يبقى عندك جزء من المعلومات في كل حاجة في الدنيا، إن تسمك إعلامي، لكن بقى في حاجة معينة أنت بتحبها أو بتستهويك أو مهتم بيها تعرف عنها كل حاجة. فينبغي أن تعلم شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء. التمكن اللغوي، ينبغي أن يكون مقدم البرامج التلفزيونية متمكنا في اللغة التي يقدم بها برامجه، حيث يفقد البعض الثقة في الرسالة الإعلامية نتيجة شيوع الأخطاء اللغوية في أداء المذيعين. التمكن اللغوي يعني أي حرف جر في مثلا كلمة في دي كحرف جر، بتعمل ايه حرف الجر؟ بتكسر الكلمة اللي بعديها. يعني نقول مثلا في المدينة، في المدينة، ما اقولش في المدينة او في المدينة، بلاش دي، بلاش في الاعراب والنحو. التمكن اللغوي في اخطاء شائعة، يقول لك مثلا انت كلية ايه، كلية تجارة ولا تجارة؟ انت بتقول له تجارة، تجارة، كلية تجارة، صح؟ يبقى اقول لك مثلا ايه، اقول لك مثلا المستوى التجاري، غلط، اسمها المستوى التجاري، لان انت بتقول كلية تجارة مش تجارة. فده من التمكن اللغوي، تمام. وعلى هذه الشاكلة لازم يبقى عندك تمكن لغوي قدر الاستطاعة. التوظيف الجيد للصوت، يعني على الاقل يبقى صوتك مخرجه، مخرج الحروف مظبوطة، تنطق القاف وتنطق الكاف، ما تقولش مثلا كتة، اسمها قطة، قطاء، ما تبقاش ته، تمام. يبقى عندك، ما عندكش اي عيوب، ما عندكش مثلا لدغة، ما عندكش مشكلة في النطق السليم لبعض الحروف، فده اسمه التوظيف الجيد للصوت. زائد انك انت يكون صوتك بيسموه الصوت الرخيم، يعني صوت حلو، لا هو تخين قوي ولا هو مسرسع قوي. الذكاء وسرعة البديهة، ودي من اهم مميزات او الصفات او الخصائص التي يجب ان يتصفوا بها او يتسموا بها مقدم البرنامج. ليه؟ ساعات مذيع يطلع له ضيف صعب شويه في الحوار معاه، او الموضوع شد بينهم زي ما بيقولوا، يعمل ايه؟ لازم يبقى عنده مهارات ذهنيه ان يتعامل مع الموقف ويفكر في قرارات سريعه عشان يلحق الايه الموقف زي ما بيقولوا. فدي اسمها سرعه البديهه، يبقى ذكي. طيب، القدره على التخيل، يعد الخيال مطلبا اساسيا لعمل المذيع. ليه؟ لانه يدخل في اطار الابداع، فالشخص الذي لا يملك القدره على التخيل لا يصلح لهذه المهنه، لانه سيكون عاجزا عن التعبير التلقائي والارتجالي. المذيع ساعات الخبر منه مثلا ما يكملش، او مثلا جزء يضطر المخرج في الاير بيس يقول له ايه، طول شويه، إيه معلش احرق شويه وقت. فلازم المذيع يبقى عنده قدره على التخيل والارتجال. إيه الارتجال؟ يقول كلام مش متفقين بشكل عام يكتبوه، بس هو عنده يعني يقول لك ايه، اضيع وقت، يضيع وقت، فاهمني. التواضع والثقه بالنفس، في فرق كبير الناس بتخلط بيه بين انك تكون انسان متواضع وتثق في نفسك وانك تكون مغرور. حلو تبقى واثق في نفسك ومتمكن من ادواتك زي ما بيقولوا وعارف قيمه نفسك، لكن في فرق بينك انت تبقى متواضع او واثق في نفسك ومغرور، لان طبعا الغرور ده بيخلي الناس ينفروا من المذيع مهما كان شاطر. واقل سمات الغرور ان ما ينفعش تبقى قاعد وحاطط رجل على رجل في وش الكاميرا، في وش المذيع او في وش المشاهد. يعني القدره على العمل الجماعي، طبعا اي عمل اعلامي واي عمل بشكل عام في الدنيا لازم يكون الشخص قادرا على العمل بشكل ناجح مع فريق العمل. يعني انت مذيع شكلك حلو او مذيع شكلك كويس، ما ينفعش تبقى بينك مثلا وبين مدير التصوير او المخرج عداوه. ليه؟ لان ممكن مثلا انت كويس لكن هو يتعمد يطلعك مش كويس، ياخدك من زاويه تصوير مش حلوه، يقول لك انوره وحش، ما ينوركش كويس، فيطلع لك مناخيرك كبيره، يطلع عينيك مثلا مسوده من الجنب اللي بيسموها الشادو، عليها ظلال كتير. فمن مصلحه المذيع بشكل عام ان يكون قادرا ان يتعامل بحرفيه مع فريق العمل ويندمج معه. تعال نتكلم عن بعض المهارات التي تتصل بالإنصات الجيد للضيف في البرامج الحوارية. أنت مذيع أو أنت مذيعة جبت في برنامجك ضيف، لازم تتبع مهارات وشروط حتى كمان أنك تنصت بشكل جيد للضيف بتاعك اللي أنت جايبه.
يمكن تنمية مهارات الإنصات الجيد للضيف في البرنامج الحواري من خلال الاستعانة بالقواعد التالية. أول حاجة، ركز على نقاط مهمة وأساسية في حديث الضيف. أنت جبت مثلا طبيب بيتكلم عن مرض الكورونا، أعزنا وأعزكم الله، فلازم تركز على بعض النقط. ما تخليش الموضوع إيه يقول لك إيه، ما تخليش الموضوع يسرح منك، ما تخليش الموضوع يشت منك، ما تخش في محاور تاني مش وقتها دلوقتي. ادي حاجة، يبقى اول حاجة يبقى انت عندك نقاط اساسية تركز عليها. 2، ضع نفسك مكان المستمع وابحث عن نقاط تحتاج الى توضيح. انت قاعد قدام الضيف، المستمع او المشاهد اللي بيشوفك عايز يسأل في حاجة معينة، يقول لك مثلا انت والله بيقول لك ان الليمون ده بيقضي او بيساعد في القضاء على مرض الكورونا، هل ده حقيقي؟ هل ده، انت لازم تحط نفسك مكان الايه؟ المشاهد او المستمع للبرنامج بتاعك. ركز على افكار واقتراحات جديده يطرحها الضيف في حديثه. جه الضيف وهو بيتكلم قال لك فكره، قال لك اقتراح جه بالصدفه في الحوار، ركز عليه. يبقى تلاقي الضيف بتاعك بيفتح لك ايه؟ محاور جديده يقدر يديك فيها معلومات او داتا جديده. ركز على بدائل حلول يطرحها الضيف للمشكله المثاره. دايما وظيفه الاعلامي انه بيطرح المشكله وبيحاول يدور عن حلول عن طريق الايه؟ الاشخاص او المسؤولين المعنيين بالموضوع ده. لكن لما تلاقي الضيف بتاعك بيطرح لك بدائل الحلول للمشكله اللي انت بتتناولها في البرنامج، حلو انك انت تركز ايه عليها، لان الراجل بيديك الايه؟ الحل كمان مجانا. ركز على وعود يقدمها المسؤول للمشاهدين. جه مثلا طلع لك وزير قال لك والله لا انا من بكره المنطقه دي هتبقى كذا وكذا وكذا، هي كده وعد، والمشاهدين اكيد انبسطوا واكيد الوعد ده فعلا اخدوه على محمل الجديه لان الشخصيه المسؤوله بتتكلم. فانت دايما كاعلامي وظيفتك انك تعمل ايه؟ تحل المشكله او توجد بدائل حل المشكله، مش بس ايه تطرحها وتمشي. فلما دام لقيت المسؤول وعد يبقى لازم تركز على الوعد وتفكر المسؤول بيه عشان ما ينساهوش او عشان ما يتراجعش عن وعده ده. كن مستعدا لعرض وجهات نظر اخرى في نفس الموضوع في الوقت المناسب. غلط نلاقي اعلامي عمال يقاطع الضيوف، بالذات لو في ضيف متبني اتجاه وضيف متبني عكس الاتجاه بتاعه. فما ينفعش تعرض وجهة نظر واحدة، لا، اعرض وجهة النظر ووجهة النظر الايه؟ المعاكسة او المضادة. حاول ان يغطي حديث الضيف الاسئلة الخمسة اللي هم بيسموها ايه؟ 5 W's and H، اللي هي ايه؟ ماذا، كيف، اين، متى، ولماذا، او الـ 4 W's and H. تذكر ان افضل اسئلة للمذيع هي تلك التي تنبع من حديث الضيف نفسه. حلو قوي 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 لما تلاقي الضيف بتاعك بيتكلم في جزئية ويروح المذيع يقول لك ايه، المذيع يصطاد الضيف بسؤال نبع من حديث الضيف نفسه، فده بيدي المشاهد حرية انه يسمع معلومات اكتر بدون اسئلة موضوعة مسبقا من قبل الاعداد مثلا. في مهارات، زي ما في مهارات تتعلق بالانصات للضيف، في مهارات تتصل بالحديث الجيد بقى اثناء الحوار. برضو بعض القواعد، اول حاجة يجب ان يتسم الحديث بالبساطة والوضوح. يعني ايه البساطة والوضوح؟ يعني انت بتتكلم، انت يقولك ماس ميديا يعني اعلام جماهير، انت بتكلم كل اشكال الناس وكل انواعها، من مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض لحد اعلى مستوى اجتماعي اقتصادي. فلازم بحديثك الناس كلها تفهمه ويكون بسيط وواضح. يفضل استخدام الحديث مفردات البيئة. يعني ايه؟ يعني انت تتكلم عن فئة شعبية معينة، ما ينفعش تتكلم معاه ببعض المصطلحات او بعض المفردات الكلمات اللي هما ما يفهمهاش. يعني مش تقول لحد شعبي تقول البيروقراطية والديموغرافية والارستقراطية، ما يفهمكش. لما تقول له والله دول ولاد بلد والناس اللي معاهم فلوس والناس الغلابة، يفهمك. فلازم يبقى عندك استخدام الحديث بشكل يناسب الفئة اللي انت بتستهدفها او بتتكلم معاه. ملائمة مستوى اللغة المستخدمة للجمهور المستهدف، اهو لسه بنقول ده يتبع ايه؟ ان انت هتختار مفردات معينة، يبقى انت لازم تستخدم ايه؟ مستوى لغوي. طبعا خلي بالكم ما يكونش مستوى لغوي منحدر او مستوى لغوي مبتذل، لا، يبقى موزون لكن يكون بسيط يفهمه الجمهور المستهدف بتاعك ايا كان هو ايه. ملائمة مستوى اللغة لضيف البرنامج، انت بتتكلم بقى مع
خبير في اي علم من العلوم، حد ذو شأن، اتكلم معاه باحترام وتعلي المستوى في الكلام. مش بيقول لك لكل مقام مقال، يعني انت لما تكلم حد من باباك او مامتك مثلا غير لما تكلم وزير، غير لما تكلم مثلا اي حد تاني فئة تانية اقل، كل واحد من دول ليه طريقة كلام اكيد مختلفة عن التاني، تمام؟ فلازم لكل مقام مقال. ملائمة مستوى اللغة للقضية المطروحة للنقاش. يعني ايه مستوى اللغة؟ انت بتتكلم عن قضية معينة وليكن الكورونا، يبقى المستوى اللغة بتاعك، يعني ايه ملائمة مستوى اللغة للقضية المطروحة؟ تتكلم، لا انت هتتكلم تقول سايكولوجي وتقول انواع الفيروس وتتكلم، بلاش مصطلحات ما نفهمهاش، لكن انت بتتكلم مع الشعب على موضوع مهم، يبقى انت دورك تعمل ايه؟ تبسط بين ده وده. البعد عن التكلف اثناء الحديث. في بعض المذيعين بيتكلف، يعني ايه يتكلف؟ يتقعر. يعني ايه يتقعر؟ يعني يتكلم بكلام مش كلنا نفهمه. يعني مثلا تلاقي واحد بنتكلم يقول لك مثلا هذا الصخر كالجلمود، مش فاهم ايه جلمود ده، هي ايه الجلمود دي؟ كلمه، لكن احنا كمشاهدين مش نفهمها. حد يقول لك والله لا بس السايكولوجي بتاع الشخص ده، انت مش لازم تتكلم بالانجليزي عشان يحس انك انت متعلم كفايه، لا اتكلم عادي، فبلاش تكلف. فالتكلف اما في المعاني او في انه ايه يتكلم بلغه غير اللغه اللي بيقدم بيها البرنامج. التنويع في سرعة الحديث، لازم في حاجة اسمها الانتونيشن او التنغيم الصوتي. انت بتتكلم مع حد ما بتتكلمش معاه مونوتون، ما بتتكلمش معاه على نفس الايه، يعني زي ما بتكلم معاك اهو، شوية علي صوتي وشوية اوطيه، شوية اجري وشوية اقلل، ده اسمه التنغيم. ليه؟ ميزته انك انت بتجذب اللي بيسمعك او المشاهد، وفي نفس الوقت ما يملش. يعني انت بتقول ايه، صباح الخير، عامل ايه، انا كويس، انت كويس، ده اسمه مونوتون. لكن صباح الخير، عامل ايه، انا كويس، انت كويس، عامل ايه، الطريقه دي اسمها التنويع او التنغيم الصوتي. زي ما في تنويع في التيمبو بتاع الحديث، في التنويع في استخدام النبره كمان، انك تقدر توصل مشاعرك من خلال نبره صوتك. كلنا طبعا عارفينها، صوتك وانت زعلان غير وانت فرحان، غير وانت متحمس، غير وانت غضبان، غير وانت خايف. فلازم تستخدم نبرة صوتك بما يتناسب مع الموضوع المطروح. ما ينفعش نتكلم عن الكورونا ونقول الحمد لله النهارده عندنا 47 اصابه، يبقى انت كده انت معانا ولا علينا، انت مبسوط ولا زعلان، يبقى نبرتك اختلفت مع الحدث. لكن لما تتكلم والله يا جماعه احنا النهارده 47 اصابه جديده، شوف النبره ادت جدية واحترام لموضوعك اللي انت بتتكلم عليه. ليه؟ لانها تتناسب معاه. كمان في مهارات تتصل بالقدرة على تحليل السلوك غير اللفظ للضيف، اللي هو بيسموه نون فيربال كوميونيكيشن، هي البادي لانجوج. يعني ممكن تستخدم كمان لغة اتصالية غير لفظية زي نظرات العينين، اللي هي بتبص في الارض متضايق، بتبص في السماء وكأنك بتدعو الله يعني يساعدنا. ايماءات الوجه والرأس بيسموها الهيد نودنج، ان انت يعني يمين وشمال، يعني زعلان او لا، بترفض فوق وتحت، يعني انا موافق. استخدام حركة اليدين، انت بتعمل ايه، ليه، وانت بتقول ليه بتعمل، بتحرك ايديك كده بنص دايرة. استخدام حركات الجسم، تمام، نبرات الصوت زي ما اتفقنا قبل كده. فبيقول لك كل ده بيدعم قضية المذيع أو بيدعم حوار المذيع في البرامج الحوارية التلفزيونية المختلفة. كمان في مهارات خاصة باستخدام استراتيجيات الإقناع الملائمة في البرنامج. خلاص عرفنا ننصت للضيف، وعرفنا نتكلم بشكل جيد أو نتحدث حديث جيد. في بقى استراتيجيات للإقناع. إزاي؟ كل واحد وليه طريقة نقنعه منها. يعني أنت دلوقتي شفت إعلان العربيات، الإعلان العربية ده الراجل اللي بيبيع العربية لراجل أو لشاب غير اللي بيبيعه لست أو لشاب. ليه؟ الراجل بيعتمد على العقل أكثر من العاطفة، المنطق يعني. الأنثى بشكل عام بتعتمد على إيه؟ العاطفة أكتر. فلما أقول للراجل والله العربية دي بتوفر بنزين وكم حصان وصيانتها كويسة، ده مدخل إقناعي منطقي. لما أتكلم مع أنثى أقول لها والله العربية دي لونها جميل ومريحة وشكلها لطيف وبناتي كده، دخلت من منطلق الاستراتيجية الإقناعية العاطفية. فكل جمهور بتتكلم معاه ليه طريقة أو بيسموه مدخل للإقناع. إيه المداخل؟ زي استراتيجيات العاطفة أو العاطفية،
استراتيجيات تركز على عرض وجهة نظر واحدة مقابل استراتيجيات تعرض وجهتي نظر. في حد يقدر يقول لك والله فلان بيقول اه وفلان بيقول لا، انت رأيك ايه؟ دي طريقة حلوة، هي الديمقراطية يعني. استخدام مدخل الديني في الاقناع، يبقى تعتمد على كلام الله عز وجل ورسول عليه افضل الصلاة والسلام. استخدام المدخل الاقتصادي، استخدام المدخل الاجتماعي، استخدام المدخل السياسي، تمام؟ وده بنشوفه كتير قوي في الاعلانات بشكل اوضح. بقى لو عايزين نشوفوا مثلا تلاقي اعلان شامبو معين يقول لك ايه ده بتستخدمه الفنانات، تلاقي مثلا مكان يقول لك ايه مكان الصفوه، فانت طبعا كل واحد عايز يبقى من الصفوه، فهم يقنعوك انك انت لما تسكن في المكان الفلاني او تشتري السلعه الفلانيه هتبقى من الصفوه، تمام؟ فدي كلها مداخل ايه اقناعيه مختلفه او استراتيجيات اقناعيه. وان شاء الله نتقابل في محاضره جديده. شكرا.